مرحبا بكم في هذا اللقاء السنوي الذي نلتقي فيه لنشكل رؤيتنا للمستقبل ولنرسم خطة عملنا من أجل تحقيق هذا المستقبل الذي نريده لأنفسنا ولبلادنا. واعتادت مكتبة الإسكندرية استجابة لرغبة الشباب في العالم العربي أن تعقد ملتقى خاص للشباب يسبق هذا اللقاء السنوي، وكان ذلك لنؤكد أن للشباب فرصة التعبير عن أنفسهم، وكان لهم الأفضلية والأسبقية في وضع برنامج اللقاء السنوي للشباب واختيار الموضوعات واختيار المتحدثين والجمعيات المشاركة من شتى أنحاء العالم العربي. واعتدنا كذلك في مثل هذا اللقاء أن نفتتح اللقاء بكلمة الشباب، وطلبت منهم أن يختاروا من بينهم من يريدون أن يمثلهم في كلمة الشباب إلى كل الحاضرين من الشباب ومن محبي الشباب. فاسمحوا لي أن أطلب منكم أن نرحب معا بالزميلة هبة حنين من لبنان والأخ هشام صغرور من الجزائر. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيداتي والسادة الحضور الكرام، يشرفني باسم الشباب العربي المشارك في منتدى الخامس والذي ناقش هذا العام موضوع التمكين الاقتصادي للشباب في الوطن العربي، إذ ونتشرف بحضور معكم في اجتماع السنوي السابع لمنتدى الإصلاح العربي والذي يناقش موضوع العالم يتشكل من جديد، أين دور العرب؟ مما لا شك فيه أن العالم يتغير من يوم إلى آخر بين لحظة وأخرى، مرة للأحسن ومرة للأسوأ، مرة اتجاه معايير العدل ومرة اتجاه معايير ظلم الإنسانية. وظلم الإنسانية ليس بالضرورة أن يكون ظلم سياسي أو اقتصادي، بل أيضا ظلما بيئيا بدولنا. واليوم إذ تناقشون ويشرفنا أن نشارككم مناقشة الموضوع أين دور العرب في هذا العالم الجديد، لابد أن نشير أننا نحن الشباب العرب، الشباب العربي، لسنا جزءا من المشكلة ولكننا جزءا من الحل، لأننا من سنقود دور العرب في الفترة القادمة، ونحن إذ يشرفنا أن نكون عربا ويشرفنا أيضا أن نستزيد من خبراتكم وأرائكم المختلفة التي مما لا شك فيه سوف تثري معلوماتنا، بل وستستوضح لنا الطريق كيفية قيادة دور العرب في الفترة القادمة ولعب دور مؤثر في العالم الجديد الذي يتشكل الآن والذي لابد أن يكون لنا نحن العرب مكانا فيه. ونحن من خلال منتدانا الخامس والذي اجتمعنا فيه في نفس القاعة وناقشنا التمكين الاقتصادي للشباب العربي، إذ يشرفنا أن نعرض على سيادتكم التوصيات التي توصل لها الشباب العربي من خلال يومين الماضيين وسوف تعرض عليكم الآن. تفضلي أخت. السيدات والسادة،
إليكم التوصيات التي توصلنا إليها من منتدى الشباب العربي الخامس إلى منتدى الإصلاح العربي السابع. أولاً، وجود تخطيط واضح وسياسة معلنة تتيح للشباب سهولة الاستفسار عن الأماكن التي يسمح فيها بالتصريح للقيام بالمشروعات الصغيرة وأنواعها، أهمية التركيز على الصناعات المغذية للصناعات الصغيرة، أهمية التركيز على التعليم الفني الذي يخلق كوادر مدربة على القيام بمختلف الأعمال الحرفية، التركيز على التدريب على كيفية إنشاء المشروعات وليس إدارتها فقط، أهمية دور الدول في المعادلة والموازنة بين موارد الدولة بالإضافة إلى خلق روح العمل الجماعي بين الشباب، الاستعانة بالمتخصصين وأصحاب الحرف في العمل بالمشروعات المختلفة كنوع من الحكمة في الإدارة وترشيد استغلال الموارد، تفعيل دور الإعلام في تنمية ودعم وتوضيح فكر الاقتراض عند الشباب، الدعوة إلى تفعيل دور الاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة التابع لمجموعة الدول العربية كهيئة داعمة ومشجعة لمشروعات الشباب العربي، القضاء على البطالة عن طريق القضاء على الفساد والمحسوبية في الجهات الحكومية والغير حكومية، الربط بين الجامعات ورجال الأعمال والشركات العامة والخاصة بهدف توفير فرص عمل لكل الخريجين في تخصصاتهم المطلوبة من قبل هذه الشركات، ضرورة توفير مجموعة من المتخصصين الذين يستطيعون تقديم التدريب والاستشارات للمؤسسات والمنظمات التي ترغب في إنشاء برامج تطوعية فعالة أو تحسين فعالية البرامج الموجودة أصلاً، ضرورة نشر الوعي حول مفهوم التطوع لدى الشباب وتحفيزهم على العمل التطوعي للقيام بمشاريعهم التطوعية الخاصة بهم، وأخيراً تحسين نوعية مشاريع الخدمة الشبابية. شكراً. شكرا للشباب وشكرا لكم على جهودكم عبر الأيام الماضية. والحقيقة يعني طبعا في بعض الأصدقاء زي الدكتور علي الدين هلال بيشترك معنا كل سنة في الحضر معنا، وبعض الحاضرين دكتور إيمان الأفاص كانوا حاضرين معنا، فهيقدروا يشهدوا الكلام اللي هقوله ده. لو تشوفوا روح الحماس والثقة والرؤى اللي موجودة عند الشباب العربي لجميعا استرحنا واطمأنينا ان المستقبل في ايدي امينة. فتحية للشباب العربي. انا طلب مني في اثناء تنظيم هذا المؤتمر اني احاول اشرح في هذه الكلمة الافتتاحية ايه العلاقة ما بين تغير المناخ والرقمنة والخلافات العربية الداخلية، وازاي الثلاث حاجات دي لها دعوة ببعض. فتقوم احاول انما وانا بحضر الكلمة بتاعتي، وكالمعتاد الكلمة انا بكتب باللغة الانجليزية، فالشرائح هتكون بالانجليزية انما كلامي بالعربي. كنت سعيد جدا لقيت الخريطة دي على العالم العربي، لأنها الخريطة الوحيدة اللي لقيتها فيها فلسطين بدل إسرائيل. ولكني برغم من هذا وجدت أن المغرب مش متصلة بالصحراء الغربية، والخط بتاع حلايب مش موجود، فيعني على أي حال كان الاختيار الأساسي بتاعي على فلسطين. على فلسطين. فأرجو ألا يقرأ أحد في هذه الخريطة غير أن الفكرة بس أن احنا نتكلم على العالم العربي. هيا أنا عايز أتكلم على أن الموضوع بتاعنا في هذا المؤتمر السابع أن احنا عايزين ننطلق بعملية الإصلاح من مجرد تقييم لمثالب الواقع والسلبيات القائمة النهاردة إلى رؤية مستقبلية.
وإن تحول في لقاءاتنا إلى أننا قادرين أن احنا بهذه الطاقة الفكرية الهائلة المجتمعة في مثل هذه اللقاءات قادرين أن نطرح رؤى مستقبلية. وفي اللجنة اللي بدأت في التحضير للمؤتمر وجدوا أن الموضوع الأساسي أن العالم عمال يتشكل حولنا، عالم بيتغير بسرعة رهيبة، بيتغير بسرعة رهيبة، ومتوقع أن التغيرات دي هتزيد، ولكن لنا أن نسأل أين العرب؟ إحنا لسنا مدعوين للمساهمة في صياغة هذا النظام العالمي الجديد، بل في ناس متوقعة أنهم هيفرضوه علينا، وأكثر من كده متوقعين أنهم هيطلبوا من بعضنا أنهم يمولوه، يعني هيقولنا بس للتمويل. إنما في وضع الرأي والرأي الآخر وطرح الرؤى المستقبلية ما لناش هذا الدور الفعال الذي كنا نأمل أن يكون لنا في هذه الظروف، الظروف التاريخية، لأن فعلا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية اللي فاتت حصل تطورات كبيرة، في تطورات سياسية وتطورات اقتصادية وتطورات اجتماعية وتكنولوجية وغيرها. فالحقيقة هقول أن العالم بتاعنا المتغير، وهتكلم عن العالم المتغير بتاعنا وقبل ما أخش على منطقة بتاعتنا العالم العربي بتاعنا، وبعدين الثلاث موضوعات أو المحاور اللي هنتكلم عنهم. هذا العالم متغير، جزء منه لا شك أنه له دعوة بالنظام السياسي العالمي ومكانة العالم العربي في هذا النظام السياسي العالمي الجديد اللي بيعاد صياغته، مش بس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 89-91، فترة بهية انهار الاتحاد السوفيتي وانتهت الكتلة الشرقية، إنما في التغيرات اللي على المدى البعيد اللي بنرى ظهور قوى جديدة مثل الصين بتلعب دور جديد على الساحة العالمية إلى آخره. أين نحن من هذا؟ فكان من الطبيعي أن احنا ننظر إلى العلاقات العربية كجزء أساسي من هذا. إزاي احنا كعرب هننظم نفسنا، ولا كل دولة هتحاول أنها تبقى لها دورها مستقلة عن الدول التانية؟ هل في مشروع جديد يضم العالم العربي بعدما كان في مشروع من 50 سنة للوحدة العربية، الوحدة الشاملة الفورية الكاملة من المحيط إلى الخليج؟ هذه الرؤية طبعا تركناها، ولكن ماذا حل محلها؟ ماذا حل محلها؟ احنا لسه لم ننجح إلى يومنا هذا أن يكون عندنا سوق عربية مشتركة. فإلى أين نحن نتجه؟ أوروبا اللي بدأت بعدنا ب 13 سنة بنت السوق العربية المشتركة، وبنت التكافل الاجتماعي في ماستريشت، وعملوا العملة المشتركة، وعملوا شنغن، وشالوا الحدود اللي ما بينهم، ودلوقتي بيتكلموا، كانوا بيتكلموا على دستور، وعملوا برلمان أوروبي، وعملوا مؤسسة أوروبية بتضع قواعد مشتركة للتشريع، وعملوا حاجات كثيرة جدا، وإحنا سبقناهم في تأسيس الجامعة العربية ب 13 سنة. إنما فين إحنا النهاردة من هذا؟ فده جزء المحور الأول. الثاني إن غير التغيرات السياسية والاقتصادية دي، في تغيرات مناخية هتفرض على مناطق مختلفة في العالم تحديات جديدة جدا ولا مفر منها. الجزء الثالث هو أهمية العلم، لأن في هذا القرن الجديد العلم بيلعب دور كبير جدا. لما العلم ده موضوع كبير قوي، الواحد ممكن يتكلم في حاجات كثيرة جدا، لما خدنا ظاهرة منه اللي هي ظاهرة الرقمنة لما يحدث، لأنها جزء من التواصل وجزء من التغيير المعرفي اللي موجود. والحقيقة احنا في مكتبة اسكندرية لنا شغل كتير في الحكاية دي، واحنا بنتكلم عنه مستقبلا. فأنا أرى أن إلى حد ما التواصل الإقليمي بتاع في العالم العربي جزء لا يتجزأ من أن يبقى لنا دور على الساحة العالمية، أن العلم والمعرفة وبالتالي هذه الثورة الرقمية اللي احنا بنعيشها النهاردة جزء لا يتجزأ من تملك وسائل العمل في المستقبل، والتالت انه هيفرض علينا، وللأسف احنا في مصر بصفة خاصة وفي العالم العربي بصفة عامة هيكون التأثير بتاع التغيرات المناخية سلبي جدا جدا جدا. طب هنعمل ايه تجاه هذه التحديات اللي هي مختلفة عن التحديات السياسية ومختلفة على التحديات العلمية،
وإن كان التحديات العلمية هتدينا فرصة إن إحنا نقدر نجابه هذه التطورات. المشاكل إذن هتتشابك وتتضافر في وضع أي سياسة مستقبلية. لازم عندي سياسة علمية تتفاعل مع إن المعرفة النهاردة أصبحت معرفة فورية رقمية. لازم يبقى عندي سياسة بتقوي دوري التكافلي التعاوني في العالم العربي وبتدينا صورة إزاي هنقدر نتفاعل مع هذا العالم المتغير خارج حدودنا. والتالتة هتبقى إن إحنا لازم أستعد للتحديات اللي جاية لي لغاية دلوقتي. يعني بالصدفة قبل ما نيجي على طول قدامنا حاجات تذكرنا بتأثير المناخ وتأثير العوامل الطبيعية. من شيلي وهايتي شفنا الزلازل تقدر تعمل ايه، وشفنا ايضا الزوابع بتعمل ايه في مناطق مختلفة اللي حطمت فيها الزراعة وغيرها. اما هذا العالم المتغير فطبعا القواسم المشتركة بتاعته معروفة، فكرة العولمة اللي تحدت وتغطت حدود الدول، فكرة التواصل الفوري اللي عمله الانترنت. تواصل فوري مش بس بان احنا نبعت ايميلز لبعض، انما انه حتى نظرنا النهاردة ان نسينا خلاص قد ايه المعجزات اللي في ايدينا شكلها ايه. اللي يمسك موبايل في ايده لو كان واحد من 15 سنة قال له انا هديك جهاز قد كده صغير تمسكه في ايدك وتدوس عليه كده وتلاقي شخص بعينه من وسط الستة مليار ونص بني آدم اللي في الكرة الأرضية، وتلاقي هذا الشخص سواء هو في أستراليا أو في فرنسا أو في أمريكا أو في البرازيل، هيلاقي لك الشخص ده موجود، أو ممكن يكون في القاهرة أو في اسكندرية جنبك، لقي لك هذا الشخص موجود وتقدر تكلمه على طول. كنا قلنا عليها طبعا إنها معجزة. النهاردة مش بس بنعتبر دي حاجة طبيعية جدا، نقول يوه الشبكة بقى النهاردة متأخرة قوي، إيه ده ما بيتجمعش. الإنسان ممرود يتقبل الإنجاز خلاص بيعتبر شيء بسيط وطبيعي وبتاع. الثورة العلمية والمعرفية اللي بتحصل برة يعني تتعدى أي حدود ممكن أقول لكم عليها. أنا من الناس اللي متصل جدا باللي بيحصل في العالم، وكان من الطريف إن في حوار كان ليا مع شخص من كام شهر كنت بتكلم على الفاكس اللي بثلاث أبعاد، إنه بدل ما الفاكس يطلع ورقة هيطلع مجسم، شخص حاجة مجسمة بستعملها، وإن ده موجود تتواجد. النهارده مش بيعملوا فاكس أو بيعملوا طباعة تطبع مجسم، بيعملوا بيولوجيكال طباعة بتطبع بالخلايا عشان تطلع أورجان يتحط جوه اسم جسم الإنسان. ده بيحصل النهارده. مش حاجة مستقبلية، بيحصل النهارده. وفي للجراحين اللي موجودين في ستة بلادرز اتحطوا، عمليات بلادر اتحطت بالشكل ده. ركزنا في كلامنا على ناحية العولمة من حيث السوق، ولكن العولمة الحقيقية بدأت تحصل في العلم والمعرفة. أيا كان فالواضح إن المجتمعات تطورتها بقت الإيقاع بتاع التطور بقى سريع جدا. وهذا الإيقاع السريع بنجده في بعض أماكن العالم العربي زي ما بنجد مثلا في الخليج، إنما في نفس الوقت في أماكن كثيرة في العالم العربي وكأن لم يمسها حركة التطور بنتكلم عنها. النظام المالي العالمي زي ما انتم عارفين مر بفترة أزمة بينت ان هو كان خارج عن طوره، انما بصورة أعم وأعمق رغم ان في ناس اغتنت جدا في هذه الثورة التكنولوجية الجديدة، في ناس فقراء كثيرين جدا. ويؤسفني ان اقول ان 96% من الدول في العالم، 96% طبقا لكلام الأمم المتحدة، زادت الهوة ما بين الأغنياء والفقراء فيها في العالم كله داخل كل دولة. وإن عالميا يعني في مناطق معينة ناس حاسة إن المسألة أصبحت لعبة ما بين الكبار فقط والصغار ما لهمش مكان فيها، وإن هذه الانطلاقة اللي موجودة اللي بنتكلم عنها سايبة مجموعة كبيرة من الناس. وإحصاء مخيف جدا إن مليار بني آدم النهاردة جعانين، إنه من الأهداف الألفية الهدف الوحيد الذي لم يتحقق هو كان محاربة الفقر والتخفيف من وطأة الجوع، انه بدل ما يقل من 850 مليون ل 425 مليون زاد من 850 الى مليار. ليه؟ لان ما فيش تركيز
على مشاكل الفقراء، وده يمكن الحاجات لازم نركز عليها. وانه اذا نظرنا، ده احصاء احب ابينه لاصدقائي في اوروبا، ان البقرة في اوروبا بتحصل على 2.5 دولار تقريبا مع فارق العملة دلوقتي اللي زاد اليورو، مقابل اقل من دولار للفرد البني ادم في افريقيا، في افريقيا جنوب الصحراء. يعني اي مجتمع عالمي يقبل هذا؟ وبعدين يجي يكلمنا على حقوق الانسان ويكلمنا على التكافل والمساواة. الضغط السكاني بيزيد، الضغط السكاني بيأثر على البيئة وبيحطم التراث وبيلوث المية وبيستهلك من الطاقة، وكل الحاجات دي أسهمت في التحديات الجديدة اللي احنا نعرفها، ومن أهمها طبعا قضية الاحتباس الحراري وقضية تغير المناخ. المشاكل بتاعت الجوع اللي اتكلمت عنها موجودة وهتزيد. هتزيد بمعنى ايه؟ التحدي هيزيد، لان المناطق اللي فيها هذا الجوع هي المناطق اللي هتتاثر جدا جدا بقضيه التغيير المناخي، وبصفه خاصه بتغيير الامطار، في وقت هي المناطق نفسها اللي فيها اكبر زياده سكانيه عماله تحصل، على الاقل بالنسبه للنسبه المئويه. في دول كثيره جدا بنتكلم عن انجازات عظيمه زي في الهند مثلا، انما ده منظر من الهند ايضا، وده منظر من مومباي اللي هي عاصمه، هي وبنجلور عاصمه الثوره المعلوماتيه بتاعت الهند. دول ناس جايين واخدين القطر عشان يدوروا على وظيفه يوميه، ولكن ما عندهمش المهارات اللازمه عشان يعملوا في صناعه البرمجيات اللي موجوده، وبالتالي مش لاقيين، دول من الفقراء اللي مش لاقيين عمل. وده من ضمن الحاجات اللي بتخلي داخل الهند نفسها زي داخل الصين ايضا، اللي هو ما بين الاغنياء والفقراء بيزيد في كل مجتمع. واذا كان دور المراه تغير في مجتمعات كثيره، فيؤسفني اني حتى في مصر بنجد، حتى في مؤسسات قضائيه عظيمه بنجد ناس لسه بتسال على دور المراه. اما بالنسبه للامن بصوره عامه، فكنا بنقول ان بعد انتهاء الحرب البارده تمكنا من ان احنا نحجب جزء من التخوف من الحرب النووية، وده حصل صحيح، ولكن أمريكا اكتشفت ان ده لا يعني ان أمنها تأكد. بالعكس طبعا 11 سبتمبر كان في بداية القرن الجديد، وزي ما كتب The Day the World Changed، لانه كانت ضربة داخل أمريكا نفسها وفكرتهم ان العالم اتغير، ان القمع له حدود، وانه مش ممكن احنا نتخيل ان هذا القمع يستمر الى الابد، انما اذا كان في سلام هيجي في مكان ما وامن هيجي مع السلام، فهذا يقتضي مفاهيم اخرى. للاسف الحكومه الامريكيه اللي جت بعد ذلك كان منهجها مختلف، فدخلت في حروب سواء في افغانستان او في العراق، وهم واسرائيل ما تعلموش الدرس اللي ممكن يتعلموه من شخص أقل ما ممكن أن يقال عنه أنه بيفهم في الحرب. يعني نابليون بونابرت، نابليون بونابرت في نهاية أيامه قال جملة عظيمة جدا، قال أكثر حاجة استغربت لها في حياتي هو أن في النهاية القوة لا تحقق شيء، القوة لا تحقق شيء، وأنه القوتين اللي في العالم اللي هو السيف والعقل، في النهاية دائما العقل يهزم السيف. فياريت ان القائمين على السيوف بتاعت النهاردة يفكروا ويتعلموا من هذا الدرس، لان لو في واحد طبعا اقتحم 3/4 العالم في وقته كان هو بونابرت. ورغم التجارب المضنية الفظيعة بتاعت القرن العشرين، وطلعنا فكرة حقوق الإنسان للجميع، وحقوق الإنسان لا تعطى لأنها حقوق موجودة لكل واحد بكونه إنسان، وفي اتفاق عالمي عليه، إنه لم يتحقق، لم يتحقق هذا. وشفنا هذا أيضا في أهداف الألفية زي ما قلت، قضية الفقر فيه أول واحدة Eradicate Extreme Poverty and Hunger، اللي هي الجوع والفقر المدقع، ده بالعكس الإحصاءات زادت فيه ما قلتش، لأن تحقيق كل ده بيحتاج إلى سلام. ولكن السلام
لا يعني استسلام لأمريكا ولإسرائيل ولغيرهم. نقول لهم no security without peace، مفيش أمان، مفيش أمن من غير سلام، ومفيش سلام من غير عدالة، ومفيش عدالة من غير إنصاف. يعني أصل العدالة بمعنى ده قرار قانوني، إنما ممكن إن القانون يكون ظالم. في وقت ما كان القانون يبيح الرق، في وقت ما كان القانون يبيح الاستعمار، في وقت ما كان القانون بيمنع المرأة من ممارسة حقوقها السياسية، وإنه ما فيش إنصاف من غير اشتراك مشاركة. فإزاي ممكن إن الناس تحاول إنها تتفق بينها وبين بعضها وتفرض على أطراف معينة زي الفلسطينيين حل، أو زي الصومال أو زي السودان أو زي غيره، محاولة لفرض رؤى من الخارج بدون مشاركة الناس المسؤولين من هذه الدول، من غير ما يكونوا الأشخاص نفسهم أصحاب المصلحة الأولى مش مشتركين فيها. وفين العدالة بقى الموجودة؟ طبعا احنا عارفين العدالة بمعيارين وتكيل بمكيالين في الساحة الدولية، ولكن يجب ان احنا ايضا نصارح انفسنا ان احنا كمان بنستعمل معيارين ومكيالين. احنا كمان بنتكلم على مثلا يا سويسرا منعت المآذن على المساجد وازاي الى اخره، تبارى في الرد على الحاجات دي، ولكن لا نتحدث عن اوضاع الاقليات الدينيه في شتى الدول العربيه. بينما لو احنا عايزين يبقى منهجنا فيه المصارحه للذات والانفتاح على الاخر، لازم ان احنا نطبق هذه المعايير، معايير اللي هي منطلقه من قيم اللي بنتكلم عنها على الجميع. القوه لن تؤدي الى نتائج، استمرار الاوضاع في منطقتنا احنا بالذات هي اللي بتشعل كل الصدمات اللي موجودة في العالم. ودي صورة جاية من جنوب لبنان وقت الغزو الإسرائيلي، الحقيقة جميلة جدا وبتعبر عن كل ما ممكن أنا أقوله، ما فيش حاجة أقول أكتر من كده. هذا العالم المتغير، هذا العالم مر بفترة أزمة اقتصادية كبيرة، بدأت بأن الجماعة في وول ستريت اخترعوا أدوات مالية جديدة، وجاءت في عصر بتاع الناس اللي لهم قراءة خاطئة في دور القطاع الخاص، وقالوا المفتوح للجميع وابعد بس عنه، سيبه يشتغل هو هيعمل كل حاجة. بينما آدم سميث من 200 وشوية سنة 1776 لما كتب ثروات الأمم أو The Wealth of Nations، وصحيح قال فيها الجملة الشهيرة بتاع The Invisible Hand، اليد الخفية اللي هتنظم الأمور في حالة المنافسة للمصلحة العامة، ولكن أيضا اتكلم عن مسؤولية الدولة، واتكلم بصفة خاصة عن مراقبة البنوك، The Regulation of the Banking Trade. هذه الفترة أدت إلى تفكير عامل زي الكازينو مش زي الاستثمار. والدليل على كده يعني في وقت طبعا الإدارة الأخيرة أنهم aggressive deregulation، زي مثلا الكريديت ديفولت سوابس. لما وصل السيد جورج بوش إلى البيت الأبيض في 2001 كان سوق الكريديت ديفولت سوابس 919 مليار دولار، يعني إذا بنتكلم عن حاجة مش صغيرة. في ظرف 7 سنوات كان وصل 62 تريليون دولار، وبعد كده نزل ل 54 تريليون دولار، تريليون. اللي على فكره ده مش من حاجه يساريه ولا بتاع، ده جاي من مجله فورتشن. فورتشن يعني اللي هي اس الراسماليه الامريكيه في نيويورك، وهم اللي كاتبين is that trillion with a T. it was trillion with a T. credit default swaps outstanding كان تقريبا 55 تريليون دولار، الناتج الاقتصادي العالمي كله 54 تريليون دولار. مش الاقتصاد الامريكي، لا ده اكتر من كل الاقتصاد الامريكي اهو، كان تقريبا الربع. والدين الامريكي اهو، ونضيف عليه قيمه كل الشركات اللي في العالميه اللي موجوده اهو، وبالرغم من هذا كل ده اقل من الكريدت ديفولت سوابس. والكريدت ديفولت سوابس ماركت ده ولا حد قدم عليه تقرير،
ولا مؤسسة رجعته، وكل البنوك قالت ده قانوني، قانوني نعمل كده. فإزاي نقبل هذا التواطؤ اللي حصل في مثل هذا؟ طبعا لما انهارت الأزمة حصلت، والبابلز شفناها في كل مكان، وجت الصدمات توالت واحدة وراء التانية، والناس حست ان ايضا ان قضية العولمة معناتها ان القضية لا تحصر في مكان واحد، انما تأثرت الأسواق العالمية والبنوك العالمية بصورة كبيرة جدا، وجاء مسألة فترة الحساب. فاللي حصل ان الحكومات الغنية والحكومات الغربية بصفة خاصة وحكومة الصين ايضا مشتركة معها غرقوا السوق بالعملة. تريليونات الدولارات اتحطت من البنوك المركزية في البنوك، وجاء الرئيس اوباما وزود كمان 800 مليار دولار في الستيمولس باكج اللي عمله، والصين عملت ستيمولس باكج بتاع تريليون دولار، والاوروبيين المجمعين برضو تقريبا نفس الكميات الرهيبة دي وجدوها على طول. فاحنا انا بقول احنا ناس اللي زي اللي كانوا بيشتغلوا في التنمية قاعدين بنشحت ونقول عايزين 500 مليون دولار لده وللسي جي ار عشان الامن الغذائي، وعايزين مليار دولار عشان مش عارف ايه، مفيش فلوس. في ظرف ايام الاف المليارات من الدولارات طلعت اتصرف عليها، معلش اتصرفت لضمان او لاحتواء الازمة الاقتصادية، انما ما زلنا في هذا العصر بنصرف 16 ضعف على القوى العسكرية عن اللي بنصرفه على التنمية، 16 ضعف العالم كله. ايه اللي هيجي بعد كده؟ في مشاكل كثيرة جدا. الازمة الاقتصادية هتتطلب نظام اقتصادي جديد بدأ يبان اجزاء منه، بما في المؤسسات الدولية هيعاد صياغتها، ولكن في بقى التغييرات اللي هي على المدى البعيد. اول حاجة relative decline، يعني الانخفاض النسبي لدور امريكا، وده مهم. يعني اذا نظرنا بقى في التطورات السياسية من وقت نهاية الحرب الباردة، تهيأ لهم ان الشؤون اصبحت في ايديهم، واذا بفرانك فوكوياما يقول لنا نهاية التاريخ وصلت وانتصرنا على جميع، مش هيبقى في تاريخ بعد كده. وبعدين اتى سام هانتينغتون وقال على الكلاش اوف سيفيلايزيشن. كلاش اوف سيفيلايزيشن تراشق الحضارات او الثقافات. خدوا بالكم الناس دايما بتتكلم على كلاش اوف سيفيلايزيشن، انا بحب افكركم بصوا السب تايتل ذا ري ميكينج اوف وورلد اوردر. دي رؤيه، يعني هو عنده رؤيه معينه لصناعه النظام العالمي الجديد. ده مش مجرد ان هو بيتكلم ان في ملاحظه ان في صدام ما بين ثقافات وحضارات، لا، ده مساله كيفيه صياغه هذا النظام العالمي الجديد. ولذلك تلاقي مين اللي بيعلق عليه؟ مش راجل بتاع ثقافه، انما هنري كيسنجر. The most important books that have emerged since the end of the Cold War. إذن لذلك لما بتكلم مع بعض الناس وبنقول ان احنا عندنا رؤية ان في مؤامرات ضدنا، المؤامرات دي ما فيش مؤامرات، ده حاجة معلنة، معلنة رسميا بتتنشر في الكتب، بيناقشوها في الندوات. يعني في تصور لصياغة عالم، نظام عالمي جديد، وناس تتكلم فيه، تتكلم فيه المهم ده هنوصل له ازاي، طب هنحمي نفسنا من ده ازاي. تلخيص للكتاب او اطروحة هانتينغتون ان ده العلاقات ما بين المجموعات الثقافية الكبرى، وان اهم واحدة هي الصدام، ما سماه هو الصدام ما بين الغرب والعالم الاسلامي. دي كانت رؤية هانتينغتون والاطروحة بتاعته. رد عليها محمد خاتمي، وقتها كان رئيس جمهورية ايران، وقال له نطالب بالحوار ما بين الحضارات او حوار الثقافات. وفعلا الامم المتحده اشتركت في هذا وتبنته، وعملت لجنه وطلعوا، كان منهم الدكتور احمد كمال ابو المجد، وطلعوا تقرير بتاع كروسنج ذا ديفايد. وبعد شويه جم مجموعه ثانيه، رئيس وزراء تركيا ورئيس وزراء اسبانيا، وقالوا لا، الحوار لا يكفي، عايزين تحالف. وكان في لجنه ثانيه تبناها كوفي عنان، وادي زاباتيرو وادي اردوغان، وده كوفي عنان. واللجنه وانا كنت فيها معاهم في هذه اللجنه، وضعنا تقرير جديد على اربع محاور لازم ان الدول تتعاون مع بعض فيها،
للرد على المشاكل اللي موجودة واللي لمسناها في الناس اللي أحيت وأزكت حول قضية الرسومات المسيئة. تقرير بتاع اللجنة بتاع تحالف الحضارات اتقدم 2006 والآن بيقوم عليه رئيس برتغال الأسبق سامبايو، حضر هنا في المكتبة أكثر من مرة معنا. والفكرة الأساسية فيه إن احنا نتعاون في مجالات الإعلام والتعليم والشباب والهجرة. ولكن واحنا بنتكلم عن الشباب، ولذلك انا كنت دايما سعيد ان الشباب العربي معنا وانه يبتدي يفتتح المؤتمر بكلمته. الشباب بيتعامل في نطاق مختلف عننا، بيتعاملوا باجهزة وادوات غير الاجهزة والادوات بتاعت الناس اللي هم اكبر سنا، انهم عاشوا التكنولوجيا الجديدة بصورة واضحة جدا. ده على فكرة مارك زوكربيرج هو واصدقائه اخترعوا الفيسبوك وعمره 25 سنه. بيديكوا فكره يعني، شوفوا الفيسبوك دلوقتي بقى عمل ايه والى اخره. ففي فيرتشوال كوميونيتيز اتكونت دلوقتي في العالم وبدات تتواجد وبقى لها تواجد في كل حته في العالم. هيؤدي الى ايه ده ما اعرفش، انما قطعا مختلف عن نوع التواصل اللي كان موجود قبل كده اللي كان برضو محصور جغرافيا بصوره او اخرى. التعدديه في التعبير دلوقتي باستعمال الانترنت اصبحت في كل مكان. كان يعني زمان من الاسهل ان واحد يقدر يمنع جريده او يمنع دخول جريده معينه او يصادر عدد من جريده. انما النهارده مع الفضائيات ومع التواصل الالكتروني والمدونين والمدونات اصبح مش ممكن ان الواحد يقدر هيحاصر كل هذه الاراء. والمحاولات السابقه سواء كانت محاولات مبنيه على نظام ملحد زي النظام الماركسي في الصين اللي منع اللي كان يطالب بأحادية الفكر، أو في بعض المجتمعات اللي بتطالب أحادية الفكر من إطار ديني. في كلتا الحالتين احنا عايشين في عالم مختلف لا يجوز فيه التصور ان ممكن ان أحادية الفكر تتواجد النهاردة، فيها شبه استحالة ان ده يستمر. لما احنا في سنة لأن هذا العالم متغير يقتضي أن احنا نفكر تفكير مختلف. احنا يوما ما كنا فعلا صناع قرار في مثلا التفكير في عدم الانحياز. عدم الانحياز ما بين ايه؟ ما بين كتلة الاتحاد السوفيتي والكتلة الغربية اللي تقودها أمريكا. وده كان كل سنين الحرب الباردة له معنى. ولكن النهارده مجموعة 77 والنون ألايند موفمنت معناته ايه في غيبة البلوك الثاني؟ الصين هل هي دولة نامية ولا أصبحت لها مصالح أخرى؟ إلى آخره. في تصورات مختلفة، في نيو ألاينمنتس، في تصورات وفي تطورات على المدى البعيد. أول تطور على المدى البعيد اللي هو زي ما قلت الانحدار النسبي بتاع أمريكا، نسبي فقط. أمريكا ما زالت مش بس هي أكبر قوة اقتصادية وأكبر قوة عسكرية وأكبر قوة علمية في العالم كمان. تأتي وراها أوروبا، أوروبا أصبحت عملاق اقتصادي ولكن قدرتها على التحرك السياسي والعسكري محدودة جدا. لسه ما زالت فترة طويلة من الزمن ستبقى المسألة دي في نطاق الدول مش في النطاق الأوروبي المشترك. فأوروبا بتعيد تكوين نفسها في تجربة رائعة، تجربة بتبين إزاي دول كانت بتحارب بعض ممكن أنها تتعاون. ولكن خدوا بالكم أن داخل الصراعات الأوروبية برضو كل واحد دور على مصلحته. وانا نفسي ان احنا في العالم العربي برضو نبتدي نتكلم بهذه الصراحة، ان احنا لنا مصالح معينة لازم ندافع عنها. فمثلا لما توني بلير وقف مع جورج بوش في حرب العراق وحرك 8 معاه من المجموعة الاوروبية، ده ما كانش يعني قناعة بحاجة. ولا لما جاك شيراك وقف وعمل فيتو ما كانتش مسألة قد كده مسألة قيم قد ما هي كانت اساسا. ده على فكره ده كرتون عمله بلونتي بيبين شيراك رافع الفيتو والجيش الامريكاني ولا سائل فيه بيعدي ولا سائل فيه معدي ورايح يهاجم العراق. الفيتو ده في كلتا الحالتين هم كانوا بيحاولوا انهم يختاروا او يحسنوا موقفهم تجاه التوسع الاوروبي عشان ال 27 والتاثير على المجموعه الجديده اللي داخله بتحديد ادوار داخل المجموعة العربية وتقوية دور انجلترا او دور فرنسا المانيا بصفة خاصة. شريدر وشيراك وقفوا ضد الحرب وبلير واسبانيا وقفوا مع الحرب.
أما روسيا فطبعا هي بتدور على دورها في هذا العالم الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. روسيا دولة عملاقة بأي معيار في الدنيا، إنما لسه في الفترة اللي هي حالية لسه فيها فترة تحول، ممكن أتوقع لها المزيد من التحول. وفين وجدنا هذا التحول؟ وجدناه في الشرق. ويؤسفني أن احنا ما زلنا في العالم العربي لسه مركزين تركيز زائد جدا على أوروبا وأمريكا. ما فيش كتابة كافية، ما فيش اتصال كافي ولا باليابان ولا بالصين ولا بالهند ولا بإندونيسيا ولا حتى بهذا المعنى أفريقيا ولا أمريكا اللاتينية. الصين هي اللي انطلقت انطلاقة كبيرة جدا من معدلات نمو غير معقولة، وهي طبعا مش بس قارة إنما فيها مليار وحوالي 450 أو 500 مليون بني آدم دلوقتي. وانتقلت القوة من اليابان إلى الصين والهند، وده طبعا شيء طبيعي. اليابان 120 مليون بني آدم كمان بيكبروا في السن دلوقتي، ولكن عامة كل المنطقة الآسيوية بالتعددية اللي فيها بالمشاكل فيها كلها عامة في منطقة نهوض اقتصادي كبير جدا. ونهوض اقتصادي مش مبني على المواد الأولية، إنما مبني على إعادة هيكلة تنظيم المجتمعات نفسها والانطلاق إلى الأمام. إنما أمريكا اللاتينية كمان تجربة لازم نعرف عنها زيادة وما نعرفش عنها كفاية. البرازيل والمكسيك وأرجنتينا دي دول عملاقة، والبرازيل النهاردة من الدول العلمية المهمة في أماكن كثيرة جدا. كل ده ناحية اقتصاد، بس ناحية علم فين احنا بقى في العالم العربي؟ العالم العربي للأسف مشاكله كثيرة جدا. دي الصورة اللي احنا بنحب نتصورها للعالم العربي. العالم العربي احنا كلنا عرب حتة واحدة، بس مش ده الواقع. الواقع ان احنا مجموعة دول، وهذه المجموعة الدول داخل الجامعة العربية كلها عندها رؤى مختلفة، والجامعة العربية مؤسسة زي الأمم المتحدة ما تقدرش تعمل أكتر مما الدول الأعضاء هتديها فرصة أنها تنفذ. الدول العربية أنا في رأيي أنها فيها خلافات كبيرة في مجاميع، في دول غنية جدا ومشاكلها مختلفة، بنتكلم على دول الخليج طبعا بصفة خاصة ونضيف إليها ليبيا، في أغلبها دول باستثناء السعودية دول تعدادها نسبيا صغير. قضية العمالة الوافدة بتلعب دور كبير جدا، موازين موجودة ديموغرافيا في المجتمعات مختلفة تماما عن الدول اللي نقدر نسميها دول وسيطة، مصر والمغرب وتونس والجزائر ولبنان وسوريا والعراق والأردن. كل الدول دي أقرب إلى نظام الدول النامية بصورة عامة، مجتمعاتها أقرب إليها، مشاكلها أقرب إليها. وفي مجموعة من الدول فقيرة جدا، وهذه الدول الفقيرة أيضا فيها تحديات أخرى من اليمن والسودان وجيبوتي والصومال وموريتانيا. بل نجد بقى أن بالإضافة إلى هذا طبعا في قضايا الحروب المحلية والإقليمية اللي بيلعب فيها العالم الخارجي دور كبير، واستمرار طبعا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اللي هو زي واحد عنده نزيف والجرح ما بيقفلش يعني، وده له تاريخ طويل. ولنا مواقف واضحة، نحن العرب لنا مواقف واضحة في هذه القضية. إنما يعني آدي على استمرار الفترات الزمنية دي، كانت الأراضي اليهودية ودي الأراضي الفلسطينية، وتهويد فلسطين استمر في مراحل مختلفة، والآن دي المناطق اللي هي ما زالت في أيدي الفلسطينيين. يعني الصورة في حد ذاتها بشعة، وبتلخص 60 سنة واحنا مش قادرين نوقف هذا الاستعمار الاستيطاني المستمر. من ناحية بنقول عشان في دعم أمريكي، بس من ناحية تانية ما بننظرش كفاية إلى مقاومات المجتمع الإسرائيلي نفسه. ثم ضف إلى هذا الغزو والحرب في العراق وشبه تقسيم العراق، وبعدين المشاكل في الصومال وفي السودان وفي اليمن والحروب اللي بيننا وبين بعض في كل هذه الأماكن، والضرب اللي بتستمر في المنطقة المجاورة لنا كمان واللي بالضرورة هيبقى لها تأثير علينا سواء في أفغانستان أو مع إيران. فكل الحاجات دي بدأت إنها تأثر علينا بصورة أو أخرى. فالتغيرات السياسية دي إذن أطروحة أو جزء لا يتجزأ من الواقع العالمي اللي احنا بنتغير فيه بنتحرك فيه، ولكن جزء كبير منه ان احنا لازم ننظر الى انفسنا ونشوف ازاي هنغير ايه اللي بنعمله في نفسنا.
طب ليه بقى الاهتمام اللي بيحصل في التغير المناخي؟ اول حاجة لانه ده فعلا اصعب حاجة بتجابه الانسانية. الجور والاي بي سي سي اللي هو الانتر جوفرمنتال بانل اون كلايمت تشينج حصلوا على جائزة نوبل سنة 2007، وما زال ناس الى يومنا هذا يقول لك لا 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 ده مش تغير، ده از ناتشرال فينومينون. لا ات از نوت، وهوريكم حاجة بسيطة جدا. ده الاوبزرفد الاسود، الخط الاسود ده الاوبزرفد، وده بنبص من اكتر من قرن، من قبل من 1880 هنا، ودي النماذج اللي احنا ما بين الماتيماتيكال مودلز اللي بنيناها. اذا خدنا فقط التحركات الطبيعيه فهو الخط الازرق، ومن منتصف القرن اللي فات والخطين بيفترقوا عن بعض. النموذج اللي داخل فيه دور الانسان زائد التاثير الطبيعي هو الاحمر، والاحمر اقرب بكثير جدا الى الواقع عن التالي. لما الناس تقول طب ما دي نماذج، ما انت النماذج ممكن انها تكبر الحاجه وانت بتعمل حاجات رياضيه ومش عرفنا يعني بتؤدي الى ايه. هقول لكم ان كل تقرير عمله الاي بي سي سي وبداوا سنه 91 وبعدين سنه 96 وبعدين سنه 2001 وبعدين 2007، كل تقرير يطلع النموذج الجديد بتاعه أسوأ من اللي فات، يؤكد اللي فات ويقول لك الحالة أسوأ من كده. وأخطر صورة أقدر أقول لكم هي صور طبعا اللي بيحصل في القطب الشمالي. التلج بيسيح، الدبب هتموت زي ما احنا عارفين، إنما ده اللي عايز أوريه لكم. دي النماذج الرياضية المختلفة اللي موجودة اللي بتتصور إيه مدى سيحان الجليد. والخط الاحمر هو الخط اللي اختاره الاي بي سي سي في التقرير بتاعه ما بين كل النماذج دي، ما اختارش اسوأ نموذج ولا احسن نموذج، اختار خط في النص. الواقع المرصود بالساتلايت اللي متصور بالساتلايت ادي الخط الاسود ده ماشي اسرع بكتير جدا من اسوأ نموذج كان موجود قبل كده. فأقول لزملائي والعلماء بقى كفاية مأوحة، كفاية مأوحة، مش كل مرة أقول طب عايزين بقى معلومات زيادة وتضيع كمان 5 سنين وبعد 5 سنين تانيين نلاقي الصورة أسوأ مما كانت عليه. من سنة 91 أو 20 سنة دلوقتي بنعمل في تقارير دولية، وأنا اشتركت في بعضها لما كنت في البنك الدولي في التسعينات، كل الصورة دي اتغيرت. طيب ارتفاع سطح البحر، هل ده صحيح ولا مش صحيح؟ ايوه صحيح. سي ليفل رايز في ال 30 سنه اللي فاتت كان معدلات النمو ارتفاع سطح البحر ملي و8 من عشرة، يعني تقريبا 2 ملي، اقل شويه من 2 ملي في السنه. في ال 10 سنين اللي فاتوا بقى يرتفع بمعدل 3.1 من عشرة ملي، يعني تقريبا تضاعف. فهنقعد الى متى نرفض الرؤى دي؟ انا في القضيه دي بفتكر حكايه جحا. جحا اللي قاعد على فرع شجره وبينشر الفرع بينه وبين، يعني هو قاعد على الفرع وبينشر ما بينه وبين الشجره. فواحد معدي كده يبص له ويقول له يا جحا هتقع. قال له يا اخي ايش عرفك؟ هو انت ربنا؟ هو انت بتشوف الغيب؟ ايش عرفك هيحصل ايه؟ ما هو احنا بقى عاملين بالظبط زي جوحة كده، قاعدين على الفرع ده وقاعدين ننشر ونقول ايش عرفنا هيحصل ايه؟ العلماء قاعدين يقولوا لنا هتقعوا يا ناس هنقع. فده اللي عايزين نصوره. العلماء بيقولوا لنا ادي معدلات ارتفاع سطح البحر. اي من هذه الارقام سليمه؟ ما اعرفش، انما دي كلها نماذج مختلفه، وغالبا هتطلع كلها زي حكاية سيحان التلج، هتطلع أقل من الواقع، وهترتب على هذا مشاكل كبيرة جدا. وزي ما احنا عارفين كده بقول إن يمكن لما تغرق فلوريدا ويغلق ديزني وورلد بصفة خاصة ديزني وورلد يمكن أمريكا تغير رأيها، بس ده وضع. إنما بقى احنا بقى بالنسبة لنا في مصر في العالم العربي حصل لنا إيه؟ مصر بالذات هتجابها أكتر واحدة من 4 دول أكتر دول متضررة في العالم. مصر بالذات، لأن الدلتا بتاعتنا منخفضة جدا ومفيش مرتفعات هنا. فلما يرتفع البحر شوية صغيرة
هيبقى تأثيره يخش مسافات كبيرة، هتكلم عن ده بعد كده. بدأت تظهر ظواهر، أنا اللي قلت سنة 95 أن حروب هذا القرن كانوا على البترول، وحروب القرن الجاي هتبقى على المية. قضية حروب المية دي بدأت النهاردة في مناطق كثيرة جدا، القحط يبان في قلة المية اللي موجودة في كل حتة. وإذا وجدنا في إفريقيا جنوب الصحراء زي ما كنا بنتكلم، ما تنسوش ان عدد كبير جدا من الدول العربيه داخله في هذا، بنتكلم على السودان، بنتكلم على الصومال، بنتكلم على جيبوتي، بنتكلم على القمر، بنتكلم على موريتانيا، كل هذه الدول داخله في جنوب الصحراء. انما ايضا ينطبق الى نسبه ما شمال الصحراء، بس المهم في هذا ان في ذبذبه كبيره في الامطار الموسميه. ولكن اذا خدناها على المدى البعيد هي ساعات تتذبذب لكن في نفس الوقت بتقل. فالقحط بيزيد في وقت بتزيد فيه تعداد السكان. وهذه صورة مخيفة جدا بتبين النتيجة للتغير المناخي. عملناها مع الفاو، مع لجنة مع الفاو، ان دي عدد ايام الزراعة هتقل من حوالي يوم الى 20، 20 الى 50، 50 الى 113 يوم. بتقل فترة إمكان الزراعة فيها. صحيح يقول لك بس هيزيد في حتت تانية. هيزيد في النقط الخضراء الصغيرة دي اللي أنتم شايفينها دي. وهيقل في كل ده. وهنا في حتت زي دي هيقل تقريبا 100 يوم في السنة. يعني 100 يوم في السنة قحط هيبقى فيه مفيش زراعة ممكنة. فبنتكلم على الأمن الغذائي، تقريبا مليار بني آدم، ودي الأماكن اللي فيها مجاعات. وجزء كبير منها طبعا مؤثر على الدول القريبة. بالإضافة إلى هذا إحنا بنسحب مية، المياه الجوفية في كل الدول العربية بتنخفض نسبة المياه الجوفية، عشان عاملين نضخ مية من المياه الجوفية. في سوريا بتنخفض تقريبا متر في السنة لمدة 30 سنة اللي فاتوا، انخفض تقريبا 30 متر الفترة اللي فاتت. وإذا رحت دي صورة من مالي، إنما إذا مشيت هنا ده انخفاض المياه الجوفية، ده بير فقعدوا يفحطوا عشان ينزل 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 ويوصل هنا في الاخر ويلاقي نقطتين ميه عطنه في الاخر. واذا خلصت دي بيجي لك بقى فتره التصحر، وبعد التصحر بنتكلم على لاجئين في بيئيين ومزيد من الجوع والقحط ومفيش امن غذائي. فاذا لازم ان احنا نبعد عن فكره الامن العسكري ونفكر ان في انواع تانية من الامن. اول حاجة الامن الغذائي. والامن الغذائي ده يقتضي ان احنا نعترف ان العالم العربي ككل ما زال منطقة استيراد للغذاء. وان بالتالي احنا متأثرين بما يحدث في العالم الخارجي. رغم ان احنا مثلا في مصر عندنا من انجح الزراعات في العالم. يعني احنا الانتاج بتاعنا في الرز مثلا 8.3 طن في الهكتار، يعتبر اعلى معدلات ييلد في العالم. طيب انما بالرغم من هذا نسبه الارض محدوده، المياه محدوده، نصل الى ايه؟ بنتكلم على ان ال 55 مليار متر مكعب اللي بيخشوا مصر في طبق الاتفاقيات مياه النيل وعايزين نحافظ عليها ومش عارف ايه، ما تكلمش ليه؟ السنه اللي فاتت ما جالناش 55 مليار، جالنا 44. ليه؟ مش عشان ناس بنت سدود ولا بتاع، لا، عشان الامطار اتغيرت. فالقضيه دي اصبحت مهمه جدا بالنسبه لنا بالنسبه للامن الغذائي. اغلب العالم العربي زي ما بقول في مجمله نت امبورت اريا، فاحنا متاثرين جدا بالاوضاع. اما بقى الامن المائي، الامن المائي العالم العربي عنده 5% من تعداد السكان في العالم و1% من الميه، من موارد المياه 1% مقابل 5% من السكان في العالم. معدلات نمو السكان عندنا عالية، فبالتالي يعني هذه النسبة هتزداد وهتستاء. فبالإضافة إلى هذا مع النمو عامة الواحد بيستعمل مياه زيادة. فإزاي بقى لازم ندور على الكفاءة والإفيشنسي، وندور إزاي نظبط الزراعة بتاعتنا، لأن الزراعة بتاخد ما بين 80 إلى 90% من المياه اللي بتستعمل. ولازم نحمي الدلتا بتاعنا، وندور على قضية التلوث والريسايكلينج، وندور على التحلية، وندور على حاجات كتيرة قوي.
وندرس بقى دراسات علمية سليمة ونجد يعني في مصر مثلا دورة مياه جوفية في الصحاري وغيرها. في السودان نفسها مشاكل كثيرة جدا، لحتى ضياع السودان الشقيق في جزء كبير من المية بتضيع في منطقة السد بالتبخر. كان في من زمان قوي مشروع بتاع الجونجلاي كانال موجود، قناة جونجلاي، وأحد الأسباب أنها تعطلت يمكن 30 سنة دلوقتي كان طبعا الحرب ما بين الشمال والجنوب المستمر. فقضايا الحروب بتتواصل مع أنواع أخرى من الأمن. كذلك بقى الأمن البيئي، نرجع لقضية الدلتا. طبقا للتصورات لو ارتفع سطح البحر 50 سنتي هيأثر على 3 مليون، حوالي 1800 كيلومتر مربع، وفي إذا وصل متر يمكن يأثر على 6 مليون بني آدم. جزء منه هيبقى مش بس بالغرقان يعني، إنما بالملوحة، لأن المياه المالحة بتبقى لها تأثير على الدخول على الأراضي الزراعية عن طريق الرشح الداخلية. فإذا لازم إن احنا نبتدي نتعامل من دلوقتي مع هذه السياسة. احنا بنتكلم على كوبنهاجن واتفاقيات كوبنهاجن على بنسميه ميتيجيشن، انا عايز اوقف التاثير اللي بتاع الغازات اللي بتاثر على الاحتباس الحراري، بس ده حاجه على المدى البعيد. الادابتيشن بقى لازم ابتدي افكر من دلوقتي في اللي هيحصل لي في ظرف 20 30 40 سنه قدام، لان المشروعات الكبيره بتاخد وقت كبير. دكتور قصاص من الناس اللي اعادوا احياء مشروع فكره سد المتوسط، والفكره فيه ان الواحد يسد البحر المتوسط ويدخل فيه لو ارتفعت الميه في البحر الاحمر وفي المحيط الاطلنطي، يبقى ننزل منها قدر معين من الميه بس، ونحافظ على المتوسط في مستواه، بحيث ان مش كل مدينه على ساحل المتوسط تضطر تاخد اجراءات لحمايه هذا. انما اذا ما قدرناش نتحرك تحرك جماعي، مش لازم ان احنا نبتدي نتحرك تحرك فردي للدول المعنيه، واحنا كلنا دول او عدد كبير مننا دول على شاطئ المتوسط. نتعلم من اخواننا في هولندا، تلت البلد اقل من سطح البحر. البولدرز اللي عاملينها كل الاحمر ده اقل من سطح البحر، والباقي متر فوق سطح البحر. بس النظام بتاعهم معقد جدا. يعني نظام السدود والبتاع مدروس دراسه واسعه جدا، وبقالهم 200 سنه بيشتغلوا فيه وبيحسنوا فيه. ده مثل له هنا البحر اوطى من هنا. وعاملين الطريق ده والسد ده موجود، فالبولدرز دي موجوده. طب اذا احنا عايزين نبتدي نعمل حاجات زي كده لازم نبتدي دلوقتي. يعني مش قضيه نبقى نفكر فيها بعد 20 سنه ونبقى نشوف لما نصلح ونبقى نرجع لها تاني، لا لازم نفكر فيها من دلوقتي، لان عقبال ما الواحد يعمل مشروعات عملاقه زي دي بتاخد وقت طويل جدا عشان تتنفذ. وهنا بقى ياتي جزء العلم. نهرو قال كلمه جميله، ان المستقبل للعلم والذين يتصالحوا مع العلم او يبقوا اصدقاء العلم. وده ادى الى ان النهارده ثلاث حروف دول اصبحوا اساس النهضه العلميه في شتى انحاء العالم، معناتها الساينس تكنولوجي اند انوفيشن، الاي دي فور انوفيشن. وفي تكنولوجيكال اتشيفمنتس قويه جدا. القطاع الخاص النهارده بيمول اكثر من ثلثين البحث العلمي في العالم، القطاع الخاص، وطبعا اغلبه قطاع غربي، وتطورات تكنولوجيه ضخمه جدا. رغم الانجازات اللي بنسمعها عن الصين وعن الهند، خلينا واقعيين، امريكا ما زالت رائده بمراحل. اديكم مثل، بنتكلم على الفضاء ودور الصين انها رايحه الفضاء وبتاع الكلام ده كله. الانجازات دي عظيمه ونحييها، ولكن اوريدي اتعملت واتنفذت من 40 سنة بالتكنولوجيا بتاعت 40 سنة فاتوا من الأمريكان لما راحوا القمر سنة 69. يعني هو مش بس بعتوا راجل فضاء، راحوا القمر ورجعوا، فمن سنة 69. هذا التقدم العلمي مستمر وله استمرارية في حاجات كتيرة، من السبيس ستيشن، الهابل تلسكوب، البروبز اللي حاطينها على المريخ وعلى حتة ثانية اللي بتزور. لما هما بيتكلموا على مشاكلهم ما يصحش احنا ننقلها الى مشاكلنا احنا. يعني اذكر في هذا نفس القاعه دي وقف صديقي الياس زرهوني والناس بتتكلم معاه، هو هارولد فارمس، كانوا رؤساء الان اي اتش بتاع امريكا اللي هو مركز البحوث الطبيه. لا لا لا، ده اصل ما فيش تمويل للبحث العلمي، وميزانيه الان اي اتش ما اتحركتش
بقالها 3 سنوات. قلت له بس ايه عشان الجمهور بتاعنا يعرف، قول لهم ميزانيه الـ NIH بتاعت البحث قد ايه. قال اتس اونلي 30 بليون دولارز، 30 مليار دولار الجرانتس بتاعت البحوث اللي بيديها الـ NIH. فهم بيشتكوا، لما بيشتكوا من مشاكلهم يعني لازم برضو ايه نحطها في اطار موضوعي في تقييم ما يحدث في تصورنا لانهيار التكنولوجيا اللي هيحصل له. بس لازم احنا نعترف ان احنا وي ار نوت دوينج ويل. وهوريكم المشكله بقى الناس ازاي من عندنا اتعلموا واحنا العرب ما اتعلمناش. اديكم مثال بقى، دولتين تركيا وايران، ده بقى منطقتنا ودول غالبيه اسلاميه، يعني المفروض دول بقى نقدر نقارن نفسنا بيهم. لو نظرنا للاحصاءات، الاحصاءات غير مشجعه بالمره. دي الاحصاءات العالميه كونتريبيوشن للورلد ساينس من سنه 80 الى سنه 2009. دي مصر الغامقه دي، تحت الاحمر ده اسرائيل. فاذا بدانا سنه 80 شوف اسرائيل كانت فين وايران وتركيا كانوا فين، كانوا يا دوب باينين على الجراف هنا. ادي تركيا وادي ايران وادي الدول العربيه. ساعه الدول العربيه زادت شويه بالنسبه اللي كانت عليه، انما لسه كل دول العربيه مجتمعه ما حصلتش اسرائيل. انما شوفوا ايران وتركيا حصل لهم ايه. ايران اتعلمي، هوريكم ده تقرير لسه طالع 2010، هوريكم صوره مخيفه. ايران اتعلمت درس قاسي في حرب الخليج الاولى، حرب العراق وايران الاولى اللي هي 88. في هذه الفتره حسوا بالتقدم العلمي العراقي بالنسبه للضعف الايراني، وحسوا قد ايه هما معزولين دوليا. فماذا حدث؟ ادي اللي حدث، وضعوا خطه بعيده المدى وبداوا من سنه 90 بعد الحرب على طول. قال لك ان احنا لازم نضاعف الجهود بتاعتنا في العلوم وبصفه خاصه العلوم النوويه. فده عدد البيبرز اللي بروديوست في ايران وبالنسبه للعالم. لو كان 1990 يساوي 1 هم وصلوا الى ايه؟ ادي ده على فكره ده لوج سكيل، ده 100، ده 10 وده 100. ايران تقريبا 100 ضعف اللي كانت عليه من 20 سنه. 100 ضعف. بينما العالم زاد يمكن 5 مرات. يعني معدلات التوسع العلمي في ايران كان 20 ضعف معدلات التوسع العلمي في العالم. ليه؟ عشان لما انهزموا في الحرب او شافوا المشكله بتاعت الحرب واللي حصل في الحرب استنتجوا من هذا انهم لازم يغيروا ما بانفسهم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ده اللي حصل لهم، غيروا في انفسهم. طب احنا انهزمنا قدام اسرائيل وحصل وحصل وحصل، فين الرد العربي المماثل لمجابهة العالم الخارجي؟ سيبك من الصواريخ والحاجات دي، دي صورة لما نبص للعالم كله كدول. الأزرق معدلات دول بتنمو أقل من معدل العالم، ومعدلات التانية دول بتنمو أكتر من العالم. يعني المعدلات طبعا باينة قوي إن الصين وكوريا نمرة واحد نوت. عندنا احنا عمان وايران وتركيا هم اللي بينمو اكتر من 3.5%، 3 مرات ونص اكتر من معدلات العالم. غالبا عمان بتبتدي من نسبه نسبيا صغيره، فالتراكم بتاعها بيبقى اسرع. انما ايا كان مطلوب مننا ان احنا نعيد النظر في هذه الامور. اما عن براءات الاختراع واللي بنسمع عنها طول النهار وان احنا عندنا عبقريات وبتاع، لا ما عندناش. ادي براءات الاختراع في العالم من 2000 ل 2005. اليابان والولايات المتحده، كوريا
كوريا ضربت ألمانيا دلوقتي، ثم الصين وفرنسا وإنجلترا وإلى آخره. دي أول عشرة. تاني عشرة غيرنا الإحداثي هنا في التاني عشرة، لأنهم لو كانوا في أول عشرة ما كانوش هيبانوا، يعني كان هيبقى إحداثي صغير قوي، فغيروا الإحداث التاني عشرة بتبان فيه إسرائيل ولا دولة عربية. خلينا نبقى واخد ده أول 20 توب 20 دول بتسجل براءات اختراع في العالم. فإذا ده تبع الوايبو، تقرير بتاع الوايبو جاي من جنيف، ودي النسبة بتاعتها. اللي زادت فعلا هي الصين، الصين عاملة زيادة كبيرة جدا ملموسة أهي، زيادتها ملموسة. طبعا كوريا كذلك بدأ بتزيد، بس بتزيد من زمان، فنسبة الزيادة بتاعتها في التسجيل العالمي أقل من التانيين. فنرجع تاني ان التعليم ثم التعليم ثم التعليم ثم البحث العلمي ثم البحث العلمي ثم البحث العلمي ثم حرية التعبير ثم حرية التعبير ثم حرية التعبير، وبعدين نبقى نتكلم في حاجات تانية، لان بيتهيألي غير كده مش هنقدر نتعامل مع هذا. ازاي هنقدر نعمل الطفرة بتاعتنا؟ والله الكلام ده اتعمل اوريدي ودرسناه مع كل اكاديميات العالم، وشرفت ان انا ورئيس الاكاديميه البرازيليه اللي هو رئيس الاكاديميه العالميه دلوقتي كنا رؤساء اللجنه داهيا، وكوفي عنان تقدم لها باسم كل العلماء بتوع العالم الى كل صناع القرار، وقلنا ان اول حاجه يبقى في سياسه واضحه، تاني حاجه التركيز على تنميه القوى البشريه، وفي التركيز على القوى البشريه مش العدد، مش العدد، الكواليتي. هذا التقرير اللي صدر سنة 2007 بيبين ان عدد سنوات الدراسة ما بيأثرش في القدرة الانتاجية بتاعت المجتمع، بينما معدلات الكفاءة بتاعت التعليم بتأثر، وخصوصا لما بتربطها مع الريع الاقتصادي بتأثر اكتر كمان. فباينة جدا ان الكواليتي نوت كوانتي. المؤسسات لازم عندنا مؤسسات قادرة انها تقود البحث العلمي، علاقة واضحة من القطاع الخاص والعام، لأن القطاع الخاص هو الأحمر اللي أنتم شايفينه، فهو بيصرف تقريبا تلتين البحث العلمي في العالم. وآخر حاجة تبقى الفاينانسينج ميكانيزم اللي هو التمويل. التمويل ما هوش كل حاجة، تمويل لازم يبقى تمويل موجه إلى الشباب اللي عندهم فكر، وده مهم. في أمريكا في حاجة اسمها البنشر كابيتالست، البنشر كابيتالست دول هم قادرين إنهم يمولوا الأفكار، بيحطوا ملاليم في الأول عشان يعملوا مليارات بعد كده، ولكن هم عندهم استعداد يتعاملوا مع الشباب. اغلب المستثمرين بتوعنا ما بيؤمنوش بالشباب، فانا بقول لو شفت مجموعه من الشباب زي دول كده would you invest؟ دول مايكروسوفت كوربوريشن سنه 78، وادي بيل جيتس، ده بيل جيتس اهو لما كان صغنن. فتخيل بقى لو جالنا مجموعة من الشباب بتوعنا زي الشباب الجميل اللي كان معانا هنا واللي مازال بعضه موجود معانا، وقالوا أنا عندي حاجة اسمها ويندوز هتغير العالم، بس محتاج 2 مليون دولار عشان ابتدي شركة اسمها مايكروسوفت، مين هيديله؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. كل الأحداث دي أساسية عشان نقدر نطور القاعدة بتاعتنا ونفتح المجال للشباب. انما الشباب اوريدي متواصل مع الديجيتال ريفولوشن، وده يقتضي ان احنا نقدر نتعامل مع الكونكتيفيتي والافوردابيلتي اوف اكسس. والكونكتيفيتي طبعا هي شيء اساسي جدا ان احنا نزود الاتصالات بتاعتنا بالعالم، وهي ضعيفه جدا. ثانيا احنا نضمن حق الوصول الى المعلومه، لان تستعمل الملكيه الفكريه الان عشان تمنع ولو بالمال، يعني يقول لك اشترك في المجله، مال وماله؟ الاشتراك بكام؟ 110 الف دولار في السنه. انا بكلم في رقم حقيقي، الاي تريبل اي عشان انستتيوشنال لايسنس 110 الف دولار. قلت لهم احنا في مكتبه اسكندريه، احنا فقراء بلد فقيره وبتاع، في الاخر ادونا نص الثمن 55 الف دولار في السنه، وبنشترك في الاي تريبل اي، لان من غيره ما يقدرش تعمل كمبيوتر ورك خالص. انما لما نبص على الجزء الفقير من الدول العربيه هيقدر يدفع اشتراكات زي دي ازاي؟ بالرغم من هذا الشباب العربي تمكن انه يلعب دور ده. الورلد ديجيتال لايبرري، وده رئيس المكتبه بتاعت الكونجرس، وبيربطوا كل مكتبات العالم في شبكه، واحنا كو ديزاينرز معاهم للشبكه ده. ولكن عملنا حاجه هقول لكم عليها، لان دي حاجه جميله جدا، وهيبقى في جلسه خاصه لما نتكلم عن الرقمنه في المشروعات العربيه.
انه في سيستم بتاع يونايتد نيشنز بتاع الامم المتحده للترجمه الفوريه بالكمبيوتر من لغه الى لغه. وهذا السيستم بدا يتطور، وبعض اللي كانوا حاضرين معانا في ديسمبر من المصريين يفتكروا الحكايه دي. الاساس ان نقدر تحط برنامج مثلا من انجليزي عربي عربي انجليزي، وبعدين لما تيجي تعمل فرنساوي هتعمل برنامج تاني وبعدين ثالث ورابع. فالامم المتحده قالت لا، عايزين نعمل حاجه هنسميها اليونيفرسال نتوركينج لانجويج او لغه التواصل العالميه، وبحيث ان انت لما تعوز تتكلم الانجليزي تتكلم الاول اليو ان ال، واليو ان ال يتحول الى انجليزي، والانجليزي يرد على اليو ان ال، وبعدين اليو ان ال يرد عليك. طبعا دي تبان زي ودنك فين يا جحا، ولكنها ما هياش، لان ما زود الفرنساوي عليها مثلا دلوقتي نفس الحكايه، ولكن الفرنساوي فتح على الانجليزي، ولما زود الالماني يبقى الالماني الانجليزي العربي الفرنساوي كله بيفتح على بعضه، والاسباني احنا 15 مجموعه لغويه دلوقتي، وهكذا. عشان كده الامم المتحده مهتمه بهذا النظام، وخصوصا للدول الصغيره. في اللجنه اللي انا عضو فيها كنا بننظر في نوفمبر اللي فات، طلبت ارمينيا انها تشترك معانا. محدش هيستثمر في انه يعمل ترجمه ما بين عربي وارميني وارميني عربي، انما كل المطلوب من الارمن نفسهم انهم يشتغلوا على ارميني يو ان ال يو ان ال ارميني، وبعدين انا هكسب لغتهم وهم هيكسبوا اللغات الثانيه كمان. فده النظام بتاع الامم المتحده، والحقيقه ات هاز بيكام رياليتي دلوقتي، ودي صفحات دي كلها مترجمه بالكمبيوتر، وبنعمل ناخد صفحه زي دي بنحولها الى كونتكست، الكونتكست ده بيخش في الكمبيوتر. على فكره الحاجات دي كلها بتتعمل في 0.2 اوف ا سكند، في 5 ثانيه. كل الخطوات اللي بوريها لكم دي بتتم في 5 ثانيه، انما نتيجه ال 5 ثانيه دي بتطلع الصفحه مترجمه كده. وفي بقى لما نتكلم في الجلسه الخاصه على الحاجات دي كتيره جدا، انما كل اللي فات ده بقى سواء التحديات المناخيه، التحديات العلميه، التحديات السياسيه والاقتصاديه، هيقول لنا ايه على ان احنا نعمل سياسه للمستقبل، هذه الرؤى المستقبليه للاصلاح. نرجع تاني ان الثلاث حاجات دي لازم تبقى مع بعض، دور الاقليمي، دور العلمي، والتعامل مع الثوره الرقميه، والدور التعامل مع الحاجات اللي هتجبر انها تتعامل معها اللي هي قضيه التغير المناخي. تحدياتنا كثيره جدا على جبهات كثيره، ولكن الصينيين عندهم جمله جميله قوي، يقولوا ان الازمه تمثل خطر وفرصه. يعني الحرفين اللي بيستعملوه عشان يقولوا كلمه ازمه او كرايسس ان فيها خطر ولكن فيها فرصه. ودي فكره جميله جدا، ان فتره الازمات بتبقى فتره الواحد بينفتح على الجديد ويبقى عنده استعداد ان يتعامل مع الجديد. فلما نيجي احنا بننظر في فرصنا لازم نفكر تفكير مختلف عن الماضي. ومن الحاجات لازم ما ننساش ان في العالم العربي تلتين العالم العربي بالسكان واكثر من هذا بالارض موجودين على افريقيا. وافريقيا مش بس قضيه النيل. افريقيا لما بنتكلم على افريقيا كده الناس بتنسى، بنتكلم على مليار بني ادم، مليار موجودين في ارض، الارض دي قد ايه؟ اغلب الناس ما تعرفش. انما الارض اكبر من الصين والولايات المتحده بألاسكا واوروبا كلهم كومبايند اصغر من افريقيا. ولكن قدر معلوماتنا عن هذا العالم اللي احنا اوريدي جزء منه وهو جزء منا ومرتبطين به ومتواصلين معاه محدود جدا. انا شرفت بان من كام يوم ادوني جايزه العمل الافريقي، فناس كتير بيكلموني يقولوا لي مين هم الاشانتي وايه وغانا تديك جايزه ليه وافريقيا دي ايه، وطالبين مني شباب ان اعمل لهم ندوه عن افريقيا. قلت لهم كويس ان تحبوا تعرفوا حاجه عن افريقيا، لان التواصل طبيعي بيننا وبينهم. العالم الاسلامي اللي احنا جزء لا يتجزا منه واحنا قلبه النابض بيتغير، زي صوره العالم العربي اللي حاططها كده من غير حدود، دي صوره العالم الاسلامي الناس متعوده تشوفها، بس الصوره دي ادق. والصوره دي مهمه لانها بتبين حاجه ملفته. احنا طبعا كلنا عارفين ان في الهند في عدد كبير جدا من المسلمين، يعني تاني اكبر تكثف للمسلمين، بس في دول اوروبيه بدات النسب تعادل النسب اللي في الهند. العالم الاسلامي ده طبيعته اتغيرت، والتواصل ما بينه وبين بعضه مختلف. ولذلك في صدام الحضارات بتاع، كنت بقول للغربيين قلت لهم ما فيش حاجه اسمها احنا والاسلام، الاسلام ده عندكم، دول مواطنين عندكم، مولودين عندكم في ارضكم، بقوا جزء منكم، فلازم نتعامل معاهم تعامل مختلف. اوروبا نفسها بتحاول تعيد صياغه مفاهيمها للدوله
وما فوق الدولة. هل في دروس مفيدة في هذا للعالم العربي النهاردة؟ ما أعرفش. إنما أنا عارف قطعا إن البعد الإقليمي بتاعنا بتاع العالم العربي، البعد العلمي والبعد على التحديات اللي هتفرض علينا من المناخ، التلاتة مع بعض جزء لا يتجزأ من هذا المؤتمر، ولذلك إحنا لازم إن إحنا نعيد النظر. هقول لكم حاجة أخيرة ملفتة جدا على المكتبة الرقمية العربية. إحنا بنينا أكبر مكتبة رقمية في العالم، عربية في العالم، 150 ألف كتاب. إنما الملفت هو التوزيع. إذا قارنت توزيع العناوين العربية بالعناوين الإنجليزية هأجد إن هم مركزين على العلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية، 55% من العناوين بتاعته، يعني 8% بس على العلوم والتكنولوجيا مع بعض. ثم لما نيجي إحنا مركزين على إيه؟ الدين، 25% من العناوين قصاد 4%، واللغة 23% قصاد 14. والدين على فكرة يعني احنا في جنبنا هنا معرض الكتاب، انا بتكلم عنوان. طبعا لما تروح في اي مكتبة او تروح في هنا جنبنا هتلاقي مثلا 10 طبعات لفتاوى ابن تيمية، بس هنا انا حاسبهم فتاوى ابن تيمية حاسبها واحدة بس. بالرغم من هذا في العناوين اوريدي 25% في الدين و23% في اللغة و8% فقط في العلم والتكنولوجيا. ده في حد ذاته سؤال وتحدي، ازاي هذا العالم العربي هيقدر يلعب دوره العالمي، وازاي هنقدر هل نقدر نستعمل اليو ان ال؟ ان شاء الله نقدر نستعمله، ولكن ان احنا بنتأخر. ادي مصر الاصفر ده، وادي الدول العربية. ده تركيا دخلت، شوفوا عدتنا هنا سنة 93 94 ومستمرة، وإيران عدتنا بمراحل سنة 2002. توسع سريع جدا اللي ماشي، الناس التانية سايبانا ورا وبتسبقنا، وده عايز تحدي جديد الحقيقة نحن نقدر نتعامل معه. لازم نبقى منتجين للعلم والمعرفة مش مستهلكين للتكنولوجيا، وهذا تحدي كبير، لأن النهاردة العلم والتكنولوجيا تدخلوا مع بعض. اديتكم المثل بتاع المكرة الفاكس اللي بتعمل 3 أبعاد اللي دلوقتي بيستعملوها عشان يحطوا البيولوجي، كل دي أبعاد مختلفة معرفش صورتها هتتكون ازاي، انما عارف ان قطعة ايا عملت هنا القطعة اللي هتنقصني في الاخر هي القطعة اللي بيأتي بيها الشباب اللي كنت معاهم في اليومين اللي فاتوا دول، اللي هي قطعة الإرادة، إرادة التغيير وإرادة صناعة المستقبل. واحنا فخورين ان احنا نبقى مكان ممكن الناس تلتقي فيه لهذا، لصناعة هذا المستقبل، وأن يبقى لنا أحلام أن احنا نعمل حاجة تانية مختلفة. لأن زي ما كوريا نجحت وتايوان نجحت وسنغافور نجحت والصين نجحت، ما فيش ما يمنع العالم العربي ينجح. كل احنا عايزينه احنا فعلا نقدر نتخطى خلافاتنا ونتعاون مع بعض من أجل الجيل الصاعد ولإعادة العالم العربي في قمة العالم كله. وشكرا لكم.